المعرض يهدف إلى ترويج المنتوج الوطني وتطويره وتشجيع التصدير إلى الخارج، بما في ذلك التعريف بالمنتوجات الوطنية المتواجدة على المستوى الوطني. تصدر الإشارة أن هذه المعارض على مستوى مقامة على مستوى 58 ولاية في القطر الوطني. بخصوص المنتوجات، نلاحظ أنه فيه عدة علامات تجارية مصنعة محليا وتحتوي على جودة عالية يعني تنافس المنتوجات العالمية. شركة خدماتي هي شركة متوزعة بجميع ربع الوطن عبر 58 ولاية. شركة خدماتي تضمن خدمات ما بعد البيع للمنتجات الكهرومنزلية في الجزائر. شركة خدماتي هي نقطة وصل بين التاجر أو المنتج والمستهلك، ولذا ندعو جميع المواطنين التقرب من شركة خدماتي عبر كامل ربع الوطن. جبنا لي برودوي كاع اللي عندنا بما فيهم سكي لوكازيون تاع موسم الشتاء. الشوفاج هذا سي من المنتوج تاعنا، من المنتوج المحلي.